أيها الجيل، لا سلم المال إذا العرض سلم، أغلى ما يملكه المرء دينه وعرضه، وآخر معقل لصيانة الحرم ما أودعه الله تعالى في نفس الآدم السوي من غيرة على عرضه. العربي في جاهليته شديد الغيرة، ليس لديه في حفظ عرضه مواربة ولا هوادة، بل تجاوز حد الغيرة فكره البنية ووأدها حية. ماله أسهل ما يجود به لحفظ عرضه، تموت الحرة الشماء جوعا ولم تأكل بثدييها بحالي. منهم من لم يتزوج امرأة قد تزوجت غيره، وإذا ما طلق امرأة ما جرؤ أحد على الزواج بها من شدة غيرته. وجاء الإسلام فأقر الغيرة وهذبها وطهرها وميز المحمود منها عن غيره. فالغيرة في ريبة مما يحبه الله، وفي غير ريبة مما يبغضه، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الغيرة جوهر الرجولة وآية عمق الإيمان ورسوخه، ولا أحد أغير من الله، ولا بشر أغير من رسول الله. من لا غيرة له لا دين له، ومن يقبل الدنية في أهله من أخبث خلق الله لا ينظر الله إليه. العرض درة والغيرة جنة، والغيور يأبى أن يدخل لمحارمه ما يهدم الحياة والعفة والطهر والحشمة، وتأنف نفسه أن يخلو أجنبي بمحارمه ولو كان له به صلة، ولا يرضى بتبرجهن ولا بسفرهن من دون محرم يحرمن عليه، ولا أن يكن مهينات ممتهنات أبدا. فهو يعيش في ظلال قول المولى: الرجال قوامون على النساء. ونداؤه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكن رجلا آمرا ناهيا، شحيحا شحيحا على عرضه وإن كان في ماله متلفا، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وما العز إلا للأنوف الحمية، وإذا ما الكنيف أضحى وعاء يحفظ المسك، إن في الموت خيرا.